الشامسياتي في المركز الثاني، ايضا تاتي في المركز الثالث شرقه لمبارك بن يمعه بن مغير الخيلي، خذت المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع هذه متعبه لسيف بن محمد بن سعيد المنصوري، خذ المركز الرابع، المركز الخامس الواريه لمحمد بن سويد بن جشمان المنصوري يتقدم في المركز الخامس، المركز السادس الشرود وصلت لاحمد بن مبارك او احمد بن محمد بن مبارك بالعور الخيلي، وصل بهذه اللحظات خذ المركز السادس، المركز السابع الدخول من روعه راشد بن محمد بن الشرجي العفاري خذ المركز السابع في هذه اللحظات، المركز الثامن شواهين لأحمد بن راشد المحرمي وصل في هذه اللحظات على المركز الثامن، المركز التاسع أعياد أعياد مرحبا أيضا براعي فرح ناصر بن حمودة بن حمد العفاري ليقدم لنا أعياد، ليقدم لنا هذا الاسم، ليقدم لنا هذه الانطلاقة، انطلاقة أعياد، فانتظروا المفاجآت من هذا الشعار، شعار بو محمد يتابعها محمد بن ناصر بن حمودة العفاري، بينما الوصول الجديد من وجد حمد بن عبيد بن حلوسة بن ذيبان العامري يقدم وجد، والتدخل من الشهامة عاطف بن عطية بن حسن القرشي وصل في هذه اللحظات، نعود مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام هنا من خلال هذا الانطلاق، ونعود الى الصداره الى مقدمه الشوط، الله غيرت شرقه وخذت المركز الاول مبارك بن يمعه بن مغير الخيلي يتقدم في المركز الاول، يبا السلامات لاهالي العين والى اهالي ميدان بو سمره، يتقدم من خلال هذا الاداء، يتقدم من خلال هذه الانطلاقة يسير مع هذا الاسم، بينما المركز الثاني في المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام بوصولها الشرود، الشرود القادمة هذه شواهين احمد بن راشد المحرمي وصل في هذه اللحظات المركز الثالث، ما شاء الله شوفوا الشكل، شوفوا الاداء والنجومية الرائعة هنا من خلال اليذابة، وصلت راشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، وصل في المركز الثالث، المركز الرابع وصلت دغشة لحمدان بن راشد ايضا بسالم الشامسي يقدم دغشة على المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس الوصول والدخول هنا من خلال تواجد متعبة سيف بن محمد بن سعيد المنصوري، وصلت متعبة في هذه اللحظات، الشهامة قادمة، الشهامة قادمة لعاطف بن عطية القرشي، وصل القرشي وانتاجه، وصل القرشي ونجوميته، وصل القرشي ايضا من خلال هذا الاداء الجميل، واحد من ابناء المملكة العربية السعودية القادم بانطلاقة الشهامة، الشهامة وعاطف بن عطية القرشي يتدخل وياخذ المركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، الخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز المتقدمة، المركز السادس الدخول هناك متعبة سيف بن محمد بن سعيد المنصوري، المركز السابع المتقدمة هناك روعة راشد بن محمد الشرجي العفاري، هنا ياتي في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء على المركز السابع، المركز الثامن الوصول من خوف لسالم بن محمد بن سعيد العامري ياتي ايضا في هذه اللحظات، المركز الثامن، المركز التاسع الواريه لمحمد بن سعيد بن محمد بن سويد بن جشمان المنصوري، وصل بسويد، وصل وصل بسويد، ولكن اسماء قادمه ما شاء الله تبارك الله، هذه اعياد خذت المركز العاشر، ناصر بن حموده بن حمد العفاري ليتقدم محمد بن ناصر بن حمود العفاري، وصل راعي فرح، وصل راعي فرح، ولكن هنا ايضا واحد من المنتجين، واحد من عشاق الانتاج حمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يقدم وجد، وجد في هذه اللحظات، الله
وبن مرحومه وانجازاته، وبن مرحومه وراعي حشيمه وراعي حشمه وراعي ايضا المختبر والاسماء القويه، وصل مع شقره سالم بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري احد الاسماء القويه والعملاقه الذي دائما ياتي بكل ما هو جديد في عالم السرعه. هكذا نتيجتنا وهكذا اسمانا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. نعود ونتحول إلى مقدمة الشوط، نعود ونتحول إلى الصدارة الأولى، إلى المقدمة الأولى اللي غيرت الصدارة، اللي خذت المركز الأول شواهين أحمد بن راشد المحرمي، وصل في الصدارة في مقدمة هذا الشوط وفي المركز الأول، يأتي بهذا الانطلاق، يأتي بهذا الأداء. الجذابة تحركت، الجذابة انطلقت على المركز الثاني لراشد بن مبارك بسلطان بقران المنصوري، وصل بالمركز الثاني، ادغشه وصلت هنا لحمدان، وصل شعار حمدان بن راشد بن سالم الشامسي. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، المركز الرابع عاطف بن عطيه القرشي، وصلت الشهامه وتدخلت الشهامه، يبغى لها مراقبه، ضيفه عزيزه قادمه ومتعنية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا الشوط، خصيصا أول أشواط المهجنات للإنتاج. فيصل هنا عاطف بن عطية بن حسن القرشي، قادم القرشي بأداء وبنجومية على المركز الرابع. المركز الخامس، الله يا بن مرحوم وصل، يا بن مرحوم وصل، كان في المركز 11 ولكن غير مع شقرة، وصلت وخذت المركز الخامس. هنا ايضا سالم بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري، بن مرحومه العامري يصل من خلال هذا الاداء ومن خلال هذه التحديات المثيرة. الوصول هناك مشاهدين الأعزاء من متعبة لسيف بن محمد بن سعيد المنصوري، وصلت أعياد ناصر بن حمودة بن حمد العفاري، وصل بن محمد ليتقدم في هذه اللحظات ويقدم هذا الاسم أعياد، وأفراح الإمارات وأعيادها دائما كلها أعياد يا أبو محمد. ناصر بن حمودة بن حمد العفاري وصل راعي فرح اللي قدم لنا الأسماء القوية، واللي قدم لنا أيضا نقطة ذهبية يوم الأمس هناك في ميدان المرموم، واستطاع أن يفوز من خلال تواجد أيضا الأسماء القوية. اسم الوثبة كان أيضا واحد من الأسماء التي دائما يأتي بها بن حمودة، والوصول من خوف سالم بن محمد بن سعيد العامري، وصل في هذه اللحظات يقدم خوف سالم بن محمد بن سعيد العامري، يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا هذا الاسم، ليقدم لنا هذه الانطلاقة القوية. ما شاء الله، شوط المنتجين، شوط الانتاج غير، الانتاج غير، رغبة الانتاج غير يا مشاهدين الأعزاء، يا متابعين الكرام. هنا مشاهدين الأعزاء هذه الأسماء، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط وأداء هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، هذه الأسماء، هذه التحديات، هذه شواهين أحمد بن راشد المحرمي. وصل أحمد وتقدم في المركز الأول في الصدارة الأولى، بينما ادغش لحمدان بن راشد بن سالم الشامسي على المركز الثاني، الجذابة على المركز الثالث. هناك راشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري. المركز الرابع عاطف بن عطية بن حسن القرشي مع الشهامة. المركز الخامس شقرة لسالم بن حمد بن محمد بن مرحومة. الوصول الجديد، الدخول، التحدي المثير من هذا الاسم القادم، خوف لسالم بن محمد بن سعيد العامري، يقدم لنا خوف ايضا بدخوله الجميل والرائع. هكذا النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، الاسماء تدخلت ايضا، الاسماء والشعارات هنا
تسع ابكار في موقع واحد، تسع ابكار في موقع واحد. بالعور قادم، بالعور قادم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. هكذا الله اعياد تحركت اعياد، اعياد تحركت اعياد، خذت المركز الاول ناصر بن حمود بن حمد العفاري، خذ الصداره وانطلق، تحرك بالعور مع الشرود احمد بن محمد بن مبارك. بالعور الخيالي يقدم هذا الاداء. المركز الثالث عاطب بن عطيه القرشي مع الشهامه. ال 500 متر الاخيره، ال 500 متر المثيره، مصانع الجنوب يا ابو حموده، مصانع الجنوب يا ابو محمد، محمد بن ناصر بن حموده بن حمد العفاري يتابع اعياد، ينطلق مع هذا الاسم، ينطلق مع هذه الانطلاقه. الاب والام يا بن حموده الانتاج، يا ناصر الانتاج، الاب والام هنا مع بن حموده. ما شاء الله، تهانينا تهانينا نزفها على ظهر اعياد ناصر بن حموده بن حمد العفاري. لحظات الوصول تحمل الرقم واحد وهي في المركز الاول. سلام الوقن، سلام سلام الوقن، سلام سلام لمحمد بن ناصر بن حموده العفاري على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت فيه هي الشرود احمد بن محمد بن مبارك بالعور الخيل. المركز الثالث القدوم من الشهامه عاطب بن عطيه بن حسن القرشي. ايضا المركز الرابع شواهين احمد بن راشد المحرمي. المركز الخامس شكرا للعمده خوب سالم بن محمد بن سعيد العامري. تهانينا وناموس على هذا الفوز الجميل. هكذا مشاهدين الاعزاء اعياد هي من تاتي بالمركز الاول. لنعود بالتوقيت الزمني ونهني ناصر بن حموده بن حمد العفاري، ونهني محمد بن ناصر بن حموده بن حمد العفاري، وسلاماتنا الى اهالي الوقن. تهانينا والناموس حيث قطعت مسافه 8 كيلومترات 12 دقيقه 52 ثانيه وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لابو حموده على هذا الفوز، بينما اللي احتلت المركز الثاني وقدومها قوي للغايه اللي خذت المركز الثاني وقطعت المسافة في 12 دقيقة 54 ثانية وسبع أجزاء من الثانية هي كانت أيضا الشرود أحمد بن محمد بن مبارك بالعور الخيلي. المركز الثالث كان وصولها جميل للغاية، وهنا 12 دقيقة 55 ثانية أربع أجزاء من الثانية اللي وصلت فيه أيضا هناك الشهر.